اسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غني، ويا هلا ومسهلا بالزوار مشتركين جدد منورين قناتكم. اليوم عندنا تغطية سريعة لكيا الجبر في عرض مقدم من كيا الجبر والبنك الراجحي على كذا سيارة. خلونا ندخل الحين ونشوف وش العرض والسيارات الموجودة عندنا. نقول بسم الله، واهم شيء المواعيد حقت الصالة. صور الشاشة علشان إذا بغيت تعرف متى يفتحون ومتى يسكرون. نقول بسم الله. طيب وش مقدمين يا أبو بندر كيا؟ كيا الجبر مقدمين لكم عرض، اللي هو عرض كيا الجبر مع مصرف الراجحي على كذا سيارة بنشوفها الحين مع بعض. أول شيء خلونا نبدأ بالكيا الكي 5. هذه موديل 2021. طبعا انتم عارفين سيارة كي 5 عنده متوفر اكثر من محرك. راح يبدا قصد الكي 5 مع اللي هو عرض الجبر مع البنك الراجحي، راح يبدا قصدها ب 1145. راح تبدا يعني راح تكون اقل فئه. طيب خلونا نستعرض لكم هذه. انتم تذكرون واحده جربتها الفل كامل، شوفوا ما شاء الله تبارك الله كتصميم، تصميم جديد بالكامل. أكثر شيء يميزه أنه جيل جديد من سيارات كيا. صورنا لكم أغلب الفئات وجربت لكم الفئة الفل كامل، شوفوا ما شاء الله. أعطونا رأيكم، هذه محرك اللي هو جدي أغلب. أوريكم الداخلية، طبعا تختلف عاد على حسب الفئة. في شيء الفل راح يجي طبلون شاشة وشاشة أكبر وأربع كاميرات، في شيء يجي قيادة شبه ذاتية. ففئاتها أتوقع يمكن أكثر من 5 فئات، فمتوفر عندهم فئات متعددة يعني. فمتوفر عندهم عدة فئات، وتبدأ القسط مثل ما قلت لكم بالبداية يبدأ القسط ب 1145 ريال. هذا بالنسبة للكيا الكي 5. طيب هذه مواصفات الكي 5 اللي جالس نصوره. هذه ماكينه 1005، الجير 8 سرعات، قوه الاحسن 194، هذه 4 سلندر. هذه باقي المواصفات. طيب الحين بنيجي لوين؟ للسيراتو. بنوريكم الحين السيراتو. السيراتو يطول العمر والسلامه، هذه كم راح يبدا قصده يطول العمر والسلامه؟ راح يبدا قصد اللي هو كيا سيراتو 868 ريال. طبعا راح تتوفر محركات اللي 1600 ومحرك 2000، وهذه واحدة منهم، هذه طيس. طبعا أذكر أول ما نزلت 2018 تذكروني جربناها بدبي، من أذكر التجربة. ملاك كيا سيراتو وش رايكم بالموتر؟ يعني الموتر نازل له من عام 2018 تقريبا. أعطونا رايكم، أعطونا تجاربكم عن هالفترة هذه الطويلة. كملة سنتين، شوف الداخلية عاد فيها فئات، هذا واضح انه ستاندر، فئات ستاندر نص فل، 2000 ثبت سرعة. طبعا تجي هي حجم تقريبا حجم الانترا وكريلا. هذا شكلها من برا. شاركونا بتعليقاتكم خاصة سيراتو لأنه نازل من 2018، ودي تكتبوا لي الناس اللي مجربة، أهم شيء واحد مجرب ومعه نفس الموتر، عطنا رايك عن الموتر من جميع النواحي. شيء يهمني صراحة نبي ملاك نفس السيارة، إذا أنت معك نفس السيارة شاركنا برايك من جميع النواحي، قطع الغيار، صرفية البنزين، كل الأشياء. مواصفات الفئة اللي صورناها اللي هي كيا سيراتو، الماكينة 1006، الجير 6 سرعات، قوة الأحصنة 128 حصان. ثبت الشاشة، وهذه باقي المواصفات الفئة اللي أنا صورتها لكم الحين. الحين بنجي للسيارة الثالثة سيولتس. هذا يعتبر كروسوفر متوسط الحجم، ويعتبر بعد موديل وشكل جديد. كم راح يبدأ القسط حق فئة السيولتس يطول عمره السلامة؟ راح يبدأ القسط 989 ريال، نفس ما قلت لكم عرض الكيا كيا الجبر مع مصرف الراجحي. تصميم مثل ما انتم شايفين شكله مرتب وتصميمه انيق، جاي كروسوفر متوسط الحجم.
عاد راح يختلف لأنه راح يتوفر بعدة فئات. شوفوا الأنوار، هذا مفتاح كشكل، شوف تصميمه حلو صراحة. شوف اللد وين واصل، شايفينه اللد النهاري داخل هنا على الشبك. هذا فئة من الفئات الموجودة عندهم، وجاي السقف باللون الأبيض. شايفين مقاسات الجنوط راح يكون 17 16 18. هذا حجم الماكينة، صرفية الوقود كم؟ يمشيك 16.3، الماكينة هذه 1006 دفع مائي. هذا شكل من ورا. الفئة هذه فيها حساسات خلفية وسلة وسقف أبيض. أوريكم الشنطة، ما رأيك التصميم ولا؟ ما شاء الله الشنطة تعتبر مناسبة على نفس حد الحجم هذا، وجاية فيها خطين بعد. السقف باللون الأبيض. أوريكم الصف الثاني، في مخارج مكيف تكاية بالنص، الشكل هذا بدون فتح ابن شيء، شكل الطبلون من ورا. هنا مخرج يو اس بي بعد حق شاحن. فهذه فيها بصمة، أنا فاتح سويش طبعا. صورة تحكم بالنوافذ، الطبلون في شاشة هنا مقاس 7 إنش، ترى مولع سويتش، عشان كذا مولع كل اللمبات، ولا احد يجي يطفي النور يقول ليش لمبة الماكينة شغالة، يعني مشغل سويتش. شاشة هنا 8 إنش، الجير تبترونك، في شاحن وايرلس يثبت سرعة. والله ترك تصميم يعني، اشوف رايك ولا ايش رايكم؟ اوريكم المواصفات، حجم الماكينة 1006، قوة الاحصنة 123 حصان، الجير 6 سرعات. هذه باقي المواصفات الفئة اللي صورناها لك. طيب الحين بنجي الكيا سبورتاج، طبعا راح يتوفر منه عدة فئات. كم يبدأ القسط يا بندر؟ يبدأ قسط الكيا سبورتاج في محركات طبعا 1006، وفي 2000، وفي 2400، راح يبدأ بقسط 1199 ريال، اللي هو عرض الكيا الجبر مع مصرف الراجحي. خلونا نشوف لكم هذا، ناخذ لكم لفة سريعة نستعرض لكم. كل السيارات اللي صورت لكم راح تتوفر بعدة فئات، والقسط اللي أنا جالس أقول لكم هذا راح يبدأ يعني بأقل فئة. هنشوف هذا اللي معنا، جاي النور عدسات، شوف شلون الشكل، جاي كأنه سبورت ما شاء الله. شوف العدسات شلون جاي، طيب نستعرض لكم بعد هذا النور، النور هوليجين. شوف الأنوار، كشاف الضباب والنور الواطي، جايك نور هوليجين الواطي والعالي. هذا اللي جاي هنا، هذا شايفينه، هذا لد نهاري بس جاي بشكل ثاني، جاي على شكل عدسة. يعني قصته ما شاء الله تبارك الله، يعني كأنه سيارة رياضية. شايفين قصة لكم الإضاءة، أيوه. طبعا على حسب الفئة راح يتوفر جنب 18 17، على حسب. هذا الجهة الجانبية، البصمة بعد، صوروا لكم من ورا. هذا محرك مكينة الجي دي اي، اسطبات الاي دي وحساسات خلفية. وهذه الفئة فيها سقف بانوراما. لكم الشنطة، لاحظ اسطب ممتد، شايفينه ممتد كامل، بس اللي شغال يمين ويسار كشكل. طبعا هذا شكله من الفئات الأعلى. شوف مراتب جلد هذا، هذا السيارة سبير نفس اللي برا، وغطى الستارة، شنطة يدوية.
شوف اسطب اللي يقول لك شلون فليشر وين وتحت. شوف حرك الماكينه هذا ال 1006 مشيك اللتر كم 16.4 بنزين 91 دفع مالي اكيد. هذه الداخليه داخلي لون جملي لون درجه من درجات اللون الجملي. فيه مخرج مكيف وفيه مخارج 12 فولت يو اس بي. الطبلان من برا شك بانوراما وبصمه صوت الجرس عشان فاتحين سويتش. خلنا نوريكم المفتاح ازرق التحكم اللي هو بالنوافذ صفت المرايا كهرب وهذا المفتاح زي مفتاح الكيا شو اسمه ستينجر واغلب سيارات كيا. هذا شوف لاحظ هنا جلد هذا قماش شايفينه مخمل مخمل وطرف جلد. زر التحكم له بنوافذ طبعا بيجي اتوقع انه في فئات اعلى من كذا بعد. الشاشة هنا تقريبا 8 انش توبترونيك شاحن وايرلس. زر التحكم المكيف زر حق المحاضرات جاي مواصفات حلوة. هذا فتحة السقف البانوراما طيب تقريبا خلصنا. خلنا نقول لكم الحين تفاصيل اكثر عن عروض كيا الجبر مع مصرف الراجحي. طبعا كنبذة مختصرة عن عروض كيا الجبر حاليا مع مصرف الراجحي السيارات اللي راح نشوفناها الرسوم تكلفة التمويل راح تكون 1.99 الرسوم الإدارية صفر بدون دفعة أولى الدفعة الأخيرة 40%. طبعا يتم القبول برواتب تبدأ من 2000 ريال. التفويض الإلكتروني مجاني. تغطية تأمينية لدول الخليج. إمكانية التفويض الجغرافي لمصر والأردن والسودان. تقسيط الدفعة الأخيرة على حسب طبعا تطبق أول شيء كل الأشياء اللي قلت لكم لازم تطبق الشروط والأحكام. تقسيط الدفعة الأخيرة لمدة سنتين. خدمة مساعدة على الطريق. العرض متاح إلين نهاية شهر مارس إلين 31 مارس أو حتى نفاذ الكمية وتطبق الشروط والحكام. أنا عاد بحط لكم الروابط تحت وانتم تواصلوا معهم وعسى الله يوفقكم إن شاء الله وشوف وش الخيار اللي يناسبك والموتر اللي يناسبك ويناسب ميزانيتك أهم شيء. وسلامتكم الغالين فمان الله وبحفظ الكريم.